إن شاء الله درس اليوم سيكون عن تصريف البنسات وطريقة الخياطة. في الدرس السابق تعلمنا كيفية تصريف البنسات في جميع هذه الاتجاهات، أي تغيير مكان البنسة حسب الموديل. مثلا فلنقول أنني أريد رسم بنسة بهذا الشكل، هنا بنسة الجانب بهذا الشكل، سأقوم برسم هذا الشكل بهذه الطريقة. ثم أقوم بتحديد هذه النقطة باستعمال أداة حادة، أقوم بتصريف البنسة إلى هذا المكان بهذا الشكل، وهنا مكان البنسة بهذه الطريقة. أي عند غلق هذه البنسة سنحصل على شكل الصدر. قمت بطي القماش على اثنان، الآن أقوم بوضع الباترون، سأقوم بترك سنتيم واحد حق الخياطة بهذا الشكل. هنا أقوم برسم شكل البنسة بهذه الطريقة. الآن سأقوم بنسخ البنسة أو رسم شكل البنسة في الجهة المقابلة. نقوم باستعمال ورق الكربون و تريسين ويل لرسم شكل البنسة. يجب على ضلعي البنسة أن يكونا متماثلين بهذا الشكل، وأقوم بالتثبيت بالدبابيس. الآن سأقوم بالخياطة، البداية تكون بهذا الشكل. هكذا يصير شكل البنسة عند الخياطة بهذه الطريقة.
بالنسبة لهذا الطرف من البانسة يمكن تركه بهذا الشكل في اتجاه خط الخصل أو إلى الجانب بهذا الشكل. وهنا بالنسبة للبانسة يمكن أن تكون بشكل خياطة بهذه الطريقة، أو يمكن أن تكون فقط عبارة عن طية بهذا الشكل. سأقوم بالخياطة على نصف سنتيم تثبيت هذا الجزء. بهذا الشكل يمكن لشكل البانسة أن يكون إما طية بهذه الطريقة أو خياطة، تبقى فقط مسألة اختيارية وحسب الموديل. هذا هو شكل القطعة على المانكان. يمكن عمل هذه الطريقة في جميع أماكن تصريف البنسات، أي على مستوى الإبط، الكتف، الرقبة، إما أن تكون بشكل طية أو تكون خياطة بهذا الشكل. هنا فلأقول أنني أريد تصريف البنسة إلى مستوى بداية الكتف، كما تلاحظون أقوم بنفس الخطوات، القماش مطوي على اثنان، ثم سأقوم بتفصيل القطعة. هنا أصبح مكان تواجد البنسات على بداية الكتف بهذا الشكل. يمكن عمل نفس الشيء، إما أن تكون هذه البنسات عبارة عن طيات أو تكون عبارة عن خياطة بهذا الشكل.
شكل القطعة الآن على المانكا يمكن أن تكون بهذا الشكل إما طيات أو بهذا الشكل عبارة عن خياطة للبنسات. هذا هو شكل القطعة على المانكا، شكل البنسة. يمكن كما سبق لي وذكرت عمل نفس الطريقة في جميع اتجاهات القطعة بهذا الشكل للبنسة. هنا قمت باختيار بداية الرقبة، هذا هو شكل البنسات. يمكن الخياطة أو الطي بهذا الشكل حسب الموديل. هنا سأقوم فقط بطي البنسات بهذا الشكل والخياطة تكون على سنتيم واحد. لاحظوا معي شكل القطعة على المانكا بهذا الشكل. وإذا قمت بالخياطة سنحصل سنحصل على هذا الشكل. الآن سأقوم بتصريف البنسة إلى منتصف الصدر. بالنسبة لطريقة وضع هذه البنسة على القماش، دائما القماش مطوي على اثنان. طريقة وضع الباترون على القماش يجب أن يكون بهذا الشكل، دائما هناك مكان مفتوح إما الجزء العلوي أو هذا الجزء السفلي. فلنقل أني أريد خياطة في أعلى الصدر، سأقوم بوضع الباترون بهذا الشكل.
قمت بترك نصف سنتيم، ثم كذلك سأقوم بترك نصف سنتيم بهذا الشكل. سأقوم بخياطة منتصف الأمام بهذا الشكل. ثم سأقوم بخياطة البانسا بهذه الطريقة. هذا هو شكل القطعة على المانكان، ستكون بهذا الشكل. ثم نقوم بتصريف البانسا بهذا الشكل، وإلى باقي الأجزاء يمكنكم إنجاز باقي الطرق والحصول على النتيجة بأنفسكم. الآن أصبح واضح شكل رسم الباترون وإنجاز البانسات بشكل متماثل للأمام، أي نصف الأمام والقماش مطوي على اثنان. هنا الآن سأبدأ بالشرح عندما يكون الباترون للأمام غير متماثل كما في هذه الصور، أي يجب إنجاز الأمام كامل ثم نقوم باستخراج هذه الموديلات. هنا شكل الباترون أو شكل البلوك. هنا بالنسبة لي يمكن عمل بانسا بهذا الشكل وبانسا بهذه الطريقة، أي بانستين بهذا الشكل. سأقوم بإغلاق بانسة الخصر ثم سأقوم بتوزيع القيم بين هاتين البانستين بهذا الشكل.
أقوم برسم شكل البنستين بهذه الطريقة. وهذا هو شكل الأمام. سأقوم بغلق هذه البنسات، إما أن تكون عبارة عن طيات أو تكون خياطة. قمت بخياطة كل البنسات، وهذا هو شكل القطعة. يجب الانتباه، لاحظوا معي ماذا حدث هنا. قمت بخياطة القطعة مع البنسة. بالنسبة لي سأقوم فقط بقص هذا الجزء. بالنسبة لكم إذا وقع نفس المشكل يجب فتح البنسة وإعادة الخياطة. هنا شكل القطعة على المانكان. يمكن لهذا الجزء الداخلي أن يكون بقماش من نوع آخر. هذا هو شكل الباترون. سأقوم بتقسيم الباترون بهذا الشكل واستعمال نوعين مختلفين من القماش أو ثلاث أنواع. هنا أيضا سأقوم بعمل قصة بهذا الشكل. هذا النوع من الباترون ينفع عندما يكون عندي قماش قليل وأريد استخراج موديل بهذا الشكل واستعمال أنواع مختلفة من القماش.
الآن سأقوم بترتيب القطع والإمساك بالدبابيس، ثم سأقوم بالخياطة. الآن سأضيف قطعة المنتصف ثم الخياطة، ستكون بهذا الشكل. هنا سأقوم بتحديد المنتصف بعمل قصة بهذا الشكل، ثم سأقوم بتحديد المنتصف مع المنتصف، ثم الإمساك بالدبابيس والخياطة. هذا هو شكل القطعة على المانكان. هنا سأقوم بطي الباترون ورسم الأمام كامل. هنا مكان تصريف البنسة على الخصل. عندما أقوم برسم الأمام كامل يمكنني الاشتغال بهذا الجزء على حدة والجزء الثاني على حدة، أي يمكنني عمل شكل مختلف في اليمين وشكل مختلف في اليسار. مثلا فلنقل أنني هذا هو منتصف الأمام وأريد تصريف هذه البنسة إلى هذا المكان بهذا الشكل، وفي الجهة المقابلة سيكون تصريف البنسة إلى الأعلى.
هذا هو شكل الباترون. هنا أماكن تصريف البنسات. هنا القماش سيكون على واحد، ثم سأقوم بتارك سنتيم واحد وتفصيل القطعة. بالنسبة لهذه البنسات يمكن أن تكون عبارة عن خياطة أو يمكن أن تكون عبارة عن طيات. شكل القطعة الآن على المانكان بهذا الشكل. نحصل على بانسة إلى الأعلى بهذه الطريقة وبانسة إلى الجانب بالأسفل إلى هذا الشكل. يمكن أن نقوم بعمل قصة وتقسيم القطعة إلى جزئين باستعمال نفس الباترون. أو يمكن تصريف البنسة في هذه الجهة إلى الجهة الأخرى بهذا الشكل أو بالاتجاه المعاكس بهذه الطريقة. كما تلاحظون يمكن الابتكار وعمل أشكال مختلفة فقط بباترون واحد. يمكن أيضا أن أقوم بهذه الطريقة، سأقوم برسم نفس الشكل لهذا الخط. وهنا أحصل على هذا الباترون بهذه الطريقة. يمكن استعمال أيضا نوعين مختلفين من القماش. كما تلاحظون يمكنني تغيير أماكن البنسات والحصول على أشكال مختلفة. هنا فلأقول أني أريد عمل طيات، لكن هذه المرة أريد عمل بانستين بهذا الشكل في منتصف الكتف وفي نهاية الكتف بهذه الطريقة. أو يمكن عمل ثلاث بانسات أو ثلاث طيات بهذا الشكل. بما أنني هنا عندي تماثل سأقوم باستعمال نصف الباترون فقط. إذا لم يكن عندي تماثل أقوم بترك الباترون كامل. هنا إذا قمت باستعمال هذا الجزء سأقوم بطي القماش على اثنان.
كما لاحظتم فقط ببانسة واحدة في تماثل الباترون أو عدم تماثل الباترون يمكن الحصول على عدة أشكال وعدة قصات وعدة موديلات. لذلك يجب عليكم استخراج هذه الموديلات وخياطة هذه الأشكال حتى تتمكنوا من معرفة طريقة هذه الموديلات فقط من خلال رؤيتكم للموديل في الصورة. تعرفون مباشرة أي نوع من البنسات أو الطيات أو مكان تصريف البنسة لاستخراج الموديل. إذا كنت سأقوم فقط بعمل طيات، أقوم بعمل قصة صغيرة بهذا الشكل حتى أحدد أماكن الطيات. إذا كانت الخياطة، أقوم برسم أماكن البنسات وأقوم بالخياطة. هنا سأقوم بعمل شكلين، هنا سيكون عبارة عن طيات والجهة المقابلة ستكون عبارة عن خياطة. هنا قمت بخياطة البنسات وهنا قمت بالخياطة على سنتيم واحد لتحديد شكل الطيات على المانكا. هذا هو شكل القطعة. هذا هو شكل البنسات على القطعة وهنا شكل الطيات. كما ذكرت يمكنكم عمل نفس الطريقة لاستخراج باقي الأشكال أو القصات في الباترون أو تصريف البنسات في جميع هذه الاتجاهات.